امبارح برنامجنا اللطيف الظريف الهمام بفريق عمله الأكثر همة، جبنا فيديو لطيف لتصريف، هو لا فيديو غير لطيف على الإطلاق، لتصريف مية البحر في أسف مية المطر في البحر في الدخيلة. ولما كلمنا المحافظة، كلمنا المهندسة جيهان صح كده، وقالت لنا يا جماعة ده خطأ من هذا الموظف وسوف يحاسب عليه. وانا سألت هل ده الاجراء المتبع؟ فمهندسة جيهان قالت لنا لا، مش ده الاجراء المتبع، هناك تعليمات واضحة متعلقة بانه مية المطر بتروح على الشنايش حتى يتم اعادة استخدام مياه الامطار. شركة المية قالت لنا لا، مش صحيح الكلام ده. انا بقى برضو هنا مخي بدأ يودي ويجيب. معايا على التليفون سيادة اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالاسكندرية. اهلا بيك يا سيادة اللواء. اهلا وسهلا بحضرتك يوسف وبالسادة المشاهدين جميعا. اهلا وسهلا يا فندم. كل سنة وحضرتك طيب بمناسبة رمضان مقدما. وحضرتك بالصحة والسلامة. اللهم بلغنا رمضان. جمعا ان شاء الله يا فندم. عايزين نفهم طبيعة الفيديو اللي احنا نشرناه امبارح وعرضناه واتكلمنا فيه مع المهندسة جيهان من محافظة الأسكندرية، وقالت لنا هذا إجراء خاطئ، يمكن أنا بعرضه على الشاشة، وأن هذا خطأ من الموظف الذي قام بهذا الفعل وسوف تتم محاسبته فورا. كل التحية والتقدير لحضرتك والفريق العمل اللي بيشرفنا دايما في اسكندرية يا فندم، ربنا يخليك، اللي بيجينا دايما قبل الشتاء. ويشوف استعداد شركة صرف الصحي اسكندرية ومحافظة اسكندرية للشتاء. ايوه عليك، احنا بنجهز للشتاء ده من نهايه الشتاء اللي فات. حلو. بنجهز بخطه كده متكامله، تطهير المطابق والشنايش وتجهيز المحطات وتجهيز العربيات وفتح المصبات الموجوده على الكورنيش. يعني طول عمر اسكندريه في مصبات على الكورنيش تصريف مياه الامطار يا يوسف بيه. ايوه احنا حضرتك دلوقتي شغالين في حاجه عظيمه جدا من خلال دعم الدوله، يعني ان احنا بنعمل استراتيجيه متكامله لفصل مياه الامطار عن مياه الصرف الصحي. بدات السنه اللي فاتت الاستراتيجيه دي فيها كذا مرحله، المرحله الاولى منها 9 مشروعات. الاستشاري بتاع لينا في المشروع ده كليه الهندسه جامعه اسكندريه. المشروع الاولاني اللي اتنفذ السنه اللي فاتت 3 مشاريع اللي هي في مكتبه الاسكندريه، في سبورتنج، في لوران، ودول كلهم بياخدوا ميه الامطار ويودوها على البحر. يودوها على البحر ليه؟ عشان ما تتعطلش الحركه المروريه في الاسكندريه. 3 مشاريع اللي شغاله السنه دي، دي شغاله فيكتور عمانويل وفي النقل والهندسه محمد نجيب، مشروعين منهم بيروحوا على الدلتا الجديد، يعني في مشروعين من 3 الجداد بيروحوا على الدلتا الجديد. حاجه تسالني تقولي طب ما انت المفروض تستفيد بكل نقطه ميه، وده كلام منطقي. أيوة. جام الامطار نستفيد بيها في الدلتا الجديد. فعلا كلام حضرتك مظبوط، بس دي مرحله ثانيه، لان حضرتك انا بتكلم في اسكندريه. اسكندريه والقاهره بتقول لحد انا بعمل مشروع عشان اعمل ميه او اعمل صرف صحي او اعمل ميه امطار، بضطر اعمل حفر عميق وانقل مرافق ورحق المرافق ووقف الحركه المريه. حضرتك لا تتخيل حجم المعاناه اللي تحملها المواطن في اسكندريه عشان ينفذ ال6 مشروعات من المرحله الاولى. ليه؟ لان بضطر اقفل له الطريق شويه، اقطع عنه الميه شويه، اقطع الكهرباء، اقطع الغاز. انما حضرتك المستقبل باذن الله كل ميه الامطار هنستفيد بيها. انما المنطقه بتاعت العجمي اللي حضرتك جبت الصوره فيها مشكورا، فريق العمل جاب الصوره دي في منطقه الدخيله، دي في غرب اسكندريه حي العجمي. ان شاء الله يعني برضو المنطقه دي منطقه بينزل عليها امطار غزيره جدا. عشان استوعبها لازم استوعب المياه دي بعيد عن المحطات. ليه بقى؟ لو راحت محطات الصرف الصحي والمحطه عطلت يبقى لا تستقبل ميه مطر ولا ميه صرف صحي. فالمرحله الحاليه احنا بنتخلص من ميه المطر في الاماكن اللي لسه ما وصلهاش الاستراتيجيه. يعني ده الاجراء اللي بتنعمله معانا كليه الهندسه، معانا معالي الوزير المحافظ وكل اجهزه التنفيذيه في المحافظه، بننفذ هذا الاجراء حاليا حتى لا تتوقف حركه المحطات. اللي عايز اقوله يا يوسف بيه بعد اذن حضرتك برضه والساده المشاهدين معانا، حضرتك شرفتنا قبل كده وكلمتنا قبل كده لما كنا في 2015 حصلت امطار لمده نص ساعه في الاسكندريه. اسكندريه كلها قفلت، مش كورنيش الدخيله، كل اسكندريه قفلت، كل الانفاق والكباري والطرق الرئيسيه قفلت. المرة دي بقى يوم الخميس والجمعة. لا ده انا فاكر وقعة 2015 دي، ده انا سببت في مشكلة كبيرة قوي. انا مع حضرتك. انا اللي تسببت في المشكلة. لا لا انا جاي لحضرتك. انا بقول يا فندم كانت نص ساعة يا فندم من 8:15 9:15 اسكندرية كلها قفلت.
ما حصلش يا فندم المره دي الامطار دي يوم الخميس والجمعه. حضرتك شفت الامطار نازله على اسكندريه ولو سالت هيئه الارصاد لو معانا استاذ اللواء هشام طاحون الامطار مستمره من الساعه يعني مثلا تقريبا من الساعه 7 بالليل للساعه يمكن 7 تاني يوم الصبح، امطار غزيره جدا على كل حال اسكندريه. الحمد لله اسكندريه كلها ماشيه ما فيش فيها مشكله. فدي مرحله حاليه مضطرين لهذا العمل لعند ان شاء الله ما تستكمل الاستراتيجيه في الاسكندريه كلها. طيب انا هرفع ايدي بقى بالمداخله. ماشي؟ اتفضل يا فندم. ربنا يخليك يا سياده اللواء. اول حاجه انا بسافر اسكندريه كل اسبوع منتظم، لا اقطع اسبوعا واحدا. اقدر اجزم 100% ان اسكندريه السنه دي غير اسكندريه السنه اللي فاتت تماما الحقيقه. وما عنديش تجمعات مائيه زي اللي كانت بتحصل في سيدي بشر وفي العصفره وغيره بصراحه. وابصم بالعشره وجهد على راسي وتشكر عليه. ايه رايك فيها يا سياده اللواء؟ شكرا يا شبيه. حلو كده. طيب ببدايه بحضرتك هنا بقى هسال سؤال يا فندم. انا عندي ترعه المحموديه صح؟ اتفضل. ترعه المحموديه اولى بميه المطر الزياده؟ انا مش هنزل محطه معالجه اهو، يعني انا فهمت وجهه نظر حضراتكم في مساله محطات المعالجه والصرف الصحي ان انا كده هاوفرلود فالمحطه ممكن تعطل مني فتحصل مشكله كبيره فهنرجع تاني زي زمان ويجوا الاعلام والصحافه والناس والفيسبوك ونقعد نوجع في دماغكم. طيب بس انا عندي ترعه المحموديه، ما انا اصرف الميه الزياده دي في الترعه بدل ما ارميها في الميه المالحه، وبالتالي هيصبح المنصرف في هذه الترعة بعيد عن محطات المعالجة والصرف الصحي، وعليه الماء المنصرف في الترعة هيروح على الأراضي الزراعية ونبقى خدنا مية ربنا لأرض ربنا. أنفع أجي ساعد فكرة؟ أستاذ الفاضل كلام حضرتك محترم جدا وعلى دماغنا من فوق، بس أنا بعد إذن حضرتك برضو خليني أقول لحضرتك بس يعني منتهى الشفافية كده، احنا المشروع ده شغالين زي ما بقول حكي الاستشاري بتاعنا اساتذه كليه هندسه جامعه اسكندريه، اساتذه افاضل حافظين اسكندريه كلها. طبعا حضرتك لما حط المشروع ده في 2016 حطوا التفكير بتاع المشروع ده كانوا بيقولوا ايه؟ نقسم اسكندريه لثلاث شرايح. حلو. شريحه على الكورنيش اللي هي في الشمال، شريحه المحموديه اللي هي اللي في الجنوب، وشريحه في المنطقه. حلو. اللي في الشمال دي هناخد ميه الامطار ونوديها على البحر. اللي في الجنوب هنوديها على المحموديه. اللي شريحه اللي في النص مش هقدر اوديها على الجنوب ولا على الشمال، ارفع كفاءه شبكات ومحطات صرف صحي عشان يستوعبوا ميه الامطار. يبقى ده الفكر الاساسي ليه يا فندم برضو؟ عشان لما امشي في اسكندريه بالعرض كده، متخيل حضرتك لما امشي بالكورنيش عند المحموديه هقطع اسكندريه كلها بعمودي كده على المحاور بتاعت اسكندريه، واضطر انقل مرافق واعمل اعمال حفر واعمال نقل مرافق. حضرتك لا تتخيل التكلفه بتاعت هذه المشروعات. لا يعني مش ده اللي بقوله يا استاذ اللواء، مش ده اللي بقوله. اللي انا بقوله مش كده، اللي انا بقوله انه العربيات اللي بتسحب الميه، انا من الناس اللي معجبه جدا بالعربيات خصوصا انها صناعه مصريه، فانا معجب جدا بالفكر. لكن هرجع على انه العربيه زي اللي صرفت في ميه في ميه البحر في الدخيله، بدل ما يطلع على الدخيله ارمي في المحموديه. لا في اي منطقه من مناطق اسكندريه، ما هو المحموديه واخده اسكندريه بالعرض او واخده اسكندريه ببطولها كلها. يا استاذنا الفاضل، يا استاذنا الفاضل يا دكتور يوسف، قول يا فندم. انا تحت امرك، انا تحت امرك. يوسف ازاي المحموديه في الجنوب؟ احنا في الشمال هنا على البحر على الشمال. كويس انا فاهم. انت متخيل يعني ايه عربيه؟ هك انا بتكلم كميه مطر. انا بس عايز حضرتك تسال هيئه الارصاد بعد اذن حضرتك. يعني دلوقتي انا استيعاب المحطه بتاعتي، انا محطات اسكندريه كلها صرف صحي تستوعب حوالي 1.8 مليون. في بعض الاوقات بيطلع بيجزع اسكندريه امطار اكثر من 2 مليون. العربيه حمولتها 10 متر. حتى متخيل كم عربيه عايز احملهم واوديهم للمحموديه اللي في الجنوب امشي بيها بعرض اسكندريه كده المسافه دي كلها. حضرتك بقول لحضرتك اللي بيدرس معانا المشروع اساتذه كليه الهندسه جامعه اسكندريه، اللي بينفذ المشروع اداره المياه الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه، تنفيذ محترم جدا وجاد جدا. بقول لحضرتك 6 مشروعات انجزوا وقت قياسي. صدقني مش مختلفين يا فندم. المرحله الاولى تصل الى 2.5 مليار جنيه، المرحله الاولى دي 9 مشروعات في منتصف اسكندريه فقط، لسه ما وصلناش للعجمي والعمريه، ما وصلناش لمنتزه ثاني، ما وصلناش لسه للكره النهضه والكره ابيس. حاجه ان شاء الله كده خطه طموحه نكمل ان شاء الله اسكندريه كلها. احنا مش مختلفين، احنا هدفنا احنا الاثنين واحد، سواء اذا كان حضراتكم كتنفيذيين ولا احنا كصحافه او اعلام او مواطنين عاديين. انا كل اللي بفكر فيه هو ان انا استغل اكبر قدر ممكن من الميه علشان ما تترميش في البحر.
لها حل ما أتمنى أنكم تتوصلوا إليه حتى مع أساتذتنا الكرام في هندسة اسكندرية إلخ إلخ إلخ. ما بين أن أنا أتحرك من على الكورنيش بتاع أي حتة على الساحل السكندري إلى المحمودية، هي المحمودية عمقها من طريق الجيش قد إيه؟ ما هو ده برضه سؤال. خليني الأول أشكرك سيادة اللواء، وتاني اللي احنا بنتكلم فيه هو ان احنا بنفكر مع بعض لإيجاد حلول تبدو وقد تكون واقعيا. انا قلت تبدو استخدمتها في الاول وتفيد الشك والريبة، واستخدمت الواقع في الاخر.